السلام عليكم. والله ما يرتاح الواحد الا بيسوي مصيبه. ما يرتاح الا بيسوي مصيبه. ايه قاعد يتكلم علي. ها؟ قاعد تتكلم علي ابو دوي ايش؟ ها؟ تعال تعال قد تعال. تعال. سمعت اسمي مرتين وهو يسولف. تكلم شو اللي قال عني يا اخوي سمسم؟ ما تكلم. ها؟ شو اللي قال؟ هو بالصراحة ايه ما تكلم. ترى ما تتكلمني شيء. انتبه امريضي. ايه. قلت تقول علي حاشي ما قلته. ايه. ايش قال عني يا سمسم؟ عني الرجال. انا ما ابغى اقول بعدين يقولون انا فتان ولا شيء. ايه. بس الكذب حرام تعرف. صح صح. شو اللي قال؟ ايوه ايش قال يا سمسم؟ يقول لا طبعا امريضي في كل اللي بيقوله ترى ما عنده مفهومية. ايه. وبعد وان اعتمدنا عليه بخرب شغلنا كله وخلنا على يد واحد في اعلان وين بتروح بدويش؟ اعلان استوى الذهب استوى الاعلان ايه خلاص خلاص واضح انه ما تكلم فيه واضح واضح اسمع مريضي ايه هالحقيقة كلها قال انك انت لا تعتمدون على 5 رياض واحد بالضبط كل شيء خلنا كلنا على يد واحد كل الكلام قاله بدويش بس انا مرضيت قلت انتبه ايه كلش ولا مريضي كل الكلام قاله بدويش قال نعم اوف اوف قبل تيجي بعد قال كلام كثير بس ما بس تبون تسامحني يا ابن ابونا تعوذ ابليس يا بدويش تعوذ ابليس خلاص تعوذ ابليس تعوذ ابليس ان شاء الله تبارك الله اليوم ضيفنا في المزرعه نكلس وجاينا المزرعه وجاي بالخير معه يا حياك الله مسك الله بالخير تخيلوا يا جماعه الخير سواره ذهب عيار 18 تاخذها ب 33 ريال والله متى تاخذها ب 33 ريال اذا شريت اي قطعه ذهب من المتجر تاخذ سواره ذهب 33 ريال بمناسبه مرور 3 سنوات على نكلس طبعا نكلس يا جماعه الخير عندهم السوارات تميزين بالاسماء بعد وتصميم خاصه هذا شيء تمييز كبير عندنا الاسماء هذا عيار 18 وفي عندنا 21 في من الاساور وفي من القلايد اشكال وانواع حلو اي قطعه من هذول اشتريهم اي شيء اشتري من متجركم اخذ هذه ب 33 ريال من ذهب سوارة ذهب على كم 299 يعني اخذت هذه ب 299 ريال وعليها الاسم اللي ابيه هذه يا جماعه الخير سعرها سابقا كان 150 ريال والحين على 299 يعني من 350 ل 299 اضافه الى ذلك سواره ب 33 ريال معها كم كان سعر السواره سابقا؟ تقريبا 185 ريال ما شاء الله سابقا والحين عم اسوي 3 سنوات على 33 ريال ما شاء الله تجيك مع اي قطعه ذهب من المتجر اذا شريت اي قطعه يطلع لك العرض بامكانك اضافتها في السعر ما شاء الله واقدر اختار الاسم اللي ابيه تحط اسم اللي تبيه هذا عيار 18 وفي عندنا ايضا قلايد باشكال مختلفه من وزن 1 جرام الى وزن 3 جرام وزياده في الموقع واسعارهم تبدا من 449 ريال ما شاء الله تعالى الفخامه هالحلال قام قلت لي ب 400 449 بس وهذا فيه كود خاصهم بعد فوزي متخيل ذي ب 350 ريال اي نعم صارت ب 200
299. اعطيك الزبده لو بتاخذ القطعتين هذول اول سعرهم 535 ريال، الحين 332 ريال. تنتينهم تنتين ارخص من قيمه واحده تشهر ذي بدويش، وانا باخذ ذي حق. طبعا عندهم عروض يا جماعه الخير. هذا العرض الحين ثلاث ايام لمده، عشان لمده ثلاث سنوات العرض لمده ثلاث ايام. حلو على السواره. حلو، في منتجات جميله جدا وحصريه توها نازله قبل يومين عندنا في الكلس. حلو، بمناسبة الثلاث سنوات الحصري وصل عندنا، وهذا المنتج الزين معيار ذهب عيار 21. شوف الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن، متوفر من ألوان وأشكال، وهذا حصري في نيكلس فقط حاليا، وسعر على كم؟ 489 ريال شامل الضريبة فقط. وإذا أخذت معاه، تبي تأخذ معاه السوارة بيطلع 33 ريال السوارة. كم سعر هذه الواحدة؟ هذه على 489 ريال عيار 21. ونفس الشيء أقدر أخذ معاهم السوارة ب 33 ريال. وأزيدك من الشعر بيت، في كود خصم 4% يقدر يستعمله وينقص هذه 4% زيادة. حلو، أي شيء في المتجر ما عليه عرض راح يقدر يأخذه بالكود، بشرط أنه يدفع إلكتروني يكون دفع مسبق. ما شاء الله تبارك مع هالجمال ذا ب 489 ريال وعيار 21. عيار 21 وشوف الالوان الموجوده، اشكال والوان وحصري نكلس، وفوق كذا اذا حطيت كود الخصم تحصلون على خصم 4% اضافي 4%، وفوق كذا تقدرون تاخذون سواره الذهب معاهم ب 33 ريال. والله عجبتني ذي يا جماعه الخير، انيقه وتصميمها ناعم. شوف شلون جاي تصميمها، شيك شايفني انا رجال يبغى بتحط لي ذا ذا ودي حق امي بدريه. لا تفضح، لا تفضحني من ذا قل قبل لا اعلمك شغلك، ترى قلت لك على امر دك ان شاء الله. ان شاء الله على امر دك ان شاء الله. ان شاء الله مراتك هم ذهب ان شاء الله. ان شاء الله. الله 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 على السبح الجميلة. هذا عشاق السبح وفرنا هذا المنتج، وهذا ذهب عيار 21 و712 ريال سعره، وهم بعد تاخذه بالكود و4% خصم، وغير هذا 33 مع هذه، يعني ايش تبي زيادة؟ 712 ريال. 12 ريال عيار 21. ايش فيك يا بنت؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ابهرني جماله، ابهرني جماله. ماشي بخير، ماشي بخير، اول مره تشوف ذهب اللي صور تترزز ترزز لي انا. خلني اطلع الزين من وجهك ذول يا ابو بشير، خلني اطلع الزين، خلني اتمقل. اقول لك يختلف ذكر يختلف الاخ، وهذا الثاني على 582 ريال. هذه ب 582 ما شاء الله تبارك الرحمن. الله الله هذه عجبتني والله جميلة، والله الفراشة جميلة. طبعا متوفر عندكم كل طرق الدفع، تابي تمارا فيزا مدى تحويل بنكي، كل شيء متوفر ما شاء الله تبارك الرحمن. وتقسيط ثلاث أربع شهور واللي تبي، وعندنا أيضا باكجات إهداء، اللي بيهدي حاب يهدي يقدر يأخذ البوكس اللي يبيه مع نفس الطلب. شوف يعني شوف البوكسات، عندنا هذا الورد المطلي ذهب الآن سعر على 55 ريال ما شاء الله، وفي عندنا هذا البوكس عليه عرض على 59 ريال. يعني شوف مو بس يبيعونك ذهب وقطع جميلة وبأسعار ولا أروع، إلا أنهم يخدمونك بعد في طريقة تقديم الهدية. هذا على 40 وهذا على ما شاء 45. الله تخيل تقدم هدية في هالصناديق الجميلة هذه، هذا المميز على 55 ريال ما شاء الله. ما شاء الله تبارك إيه؟ الدب ذا تحطون في داخله ذهب؟ لا هذا يجي ابد فيك فيك، هذا انت ما شريت ما بعت السر. بسم الله عليك اسمع، تعورت. اسال 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 يا حبيبي، اسال اسال اسال. احنا الطيحه دي كلها بتسال عن الدب بس يصير عن ذهب، يصير عن شيء سعر الدب. تعال وين بتروح؟ اسال عن الدب. ها 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 والله يا جماعة الخير جذبتني طريقة التقديم.
ما تجرنا نيكلس. تقدر ايضا مرتضى تقدر تاخذ هذا الدب ونرسله مع هذا الباكج بالذهب مباشره مع كرت اهداء اللي انت اختاره. ما شاء الله تقدر تختار كرت اهداء. والله العظيم شغلكم مرتب. والله مرتب. والله يا جماعه الخير فرصه اللي يبي يهدي زوجته او والدته او اخته من الهدايا الزينه هذه بالعروض القويه وبطريقه التقديم الجميله وطرق الدفع متعدده. انتم سهلتوا ام المهمه. شكرا على الاعلان. شوف شوف عندهم كل شيء، اي قطعه تبيها متوفره عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. على سبيل المثال يا اخوي سمسم، عندهم بعض القطع تحل مشاكل. شلون تحل مشاكل؟ يعني مثل ذي اخوي فوزي كان بينه وبين المدام سوء تفاهم برمضان، كان الدم واصل للركب. شو الركب؟ يمكن ما بيقول شو والله دم الركب. شو دم الركب شارة ذي وحلت المشكلة كاملة. اي سبحان الله. رياضي ما بكي شيء يقول يمكن ما بيقول ليش. اللي فيها وردة قالت لي خالتي سميرة حتى مرتك كم اخذتك على وجهك وخذتكم سوء تفاهم وشريت لها هدية. اقول لها تتكلم تقول اللي ما بينقال بعد. لا مريض لا تتلقى ما تكلم كل ما بيقوله ما بيحد يشتري نفس زين وانت تتكلم تقولها. علم العالم نعلم العالم اللي عنده مشكلة مع المدام يشتري قطعة ذهب مثل ذي. اللي عنده مشكلة أيوة إيه بس لازم انت ما يقول لكم شيء. انا انا الملقوف ما اطلبهم وانتم موجودين يعني. وتقول خلاتي سميرة تقول الناس طلعت عيون. شلون ماشي بدويش؟ شلون ماشي بدويش؟ من هو؟ ماشية خالك؟ ايه الخال والد الاخت فلتين. لا وش دعوة انت العاقل؟